حلمت اني قاعد اتحاسب. يوم جاء دوري في الحساب شافني كذا قال اوه انت خلك على جنب. بعدين قلت لها تكفى نزلني ومدري وش على الارض ومدري شو ينزلني. كل ما امشي واروح وارجع وذا في اي مكان قعدت استغفر واقرا قران ومدري شو. من هو كذا اللي كانك تكلم انت؟ من؟ كذا زي شيخ كذا ها؟ شيخ من؟ شيخ شيخ ايه. واحد تعرفه يعني؟ لا والله ما انت يأنبك ضميرك اعتقد انها موجود في اذاعة القرآن. طيب انت يأنبك انت يأنبك ضميرك على حاجات تسويها؟ كيف يأنبك؟ يعني حاجات تسويها اما تقصر في عباده او حاجات خطا تسويها ثم يأنبك ضميرك تندم عليها؟ اي والله. طيب هذا تأنيب الضمير، ضبط وضعك حبيبي. ها ابشر يلا موفق.